بغيت نشكر هاد الجماهير هادي صراحة ديال المدينة الرشيدية، صراحة لقينا ترحاب كبير من هاد الناس الله يعمرها دار. راك كما كتعرفوا مقابلة ديال كأس العرش كتكون دائما فانيدية، ماشي بالضروري تكون كتلعب بول كبير ولا بول صغير. ملي كيتلعب ماتش ديال كأس العرش كيكونوا الفرق لا ميم نيفو، هادشي اللي بان في الماتش. الحمد لله حنا دخلنا عازمين باش ننتصروا. الفريق ديال الرشيدية حتى هو ما هبطش يديه، دخل حتى هو ناور من كاع الاتجاهات. الحمد لله كبانت لك الخبرة ديالنا واستطعنا اننا نربحوا بهدف الصفر. الحمد لله الربح كيخلينا مازال نزيدو نخدمو ونوجدو البطوله ان شاء الله. شكرا بزاف لهاد الناس ديال الرشيديه، وكنتمناو لهم حظ موفق ان شاء الله اخويا. كنشكروا شوف تي في على هاد الاستضافه اللي داتنا هنا في الملعب ديال الرشيديه، والحمد لله تمكنا من الفوز، وكنتمناو حظ موفق للفريق الرشيديه اللي استضافناه، وكنشكروا على حسن الاستضافه والحمد لله على هذا الفوز. وغن ان شاء الله غنقولوا كلمه ديالنا من القدام وشوف. والحمد لله الماتش داز مزيان، يعني درنا ماتش زوين مع واحد الفريق يعني تا هو مزيان بزاف، وتا هما كانوا يعني عندهم الرغبه يربحوا، كان عندهم الاراده، وكان الحمد لله تمكنا من التسجيل وحافظنا على النتيجه وجاب الله التيسير. وكنتمنى ان شاء الله التوفيق في المباراه الجايه ان شاء الله 1-0، وكنتمنى ان شاء الله في المقبلات الجايه ان شاء الله يكون الخير، وكان الله يوفق ان شاء الله كاع الفرق. طبيعه الحال ما كيعلم الجميع المقابله ما كانتش سهله، المقابله وان كانت ما بين دو كاتيجوري مثلا اللي فتح الناظور في القسم الوطني هو الاول، الفريق ديال الرشيديه فريق اللي كيمارس في القسم الوطني الثاني هو، ولكن الفريق اللي كيمتاز بلاعبين جيدين، خاصه كما نقولوا كانوا عدونا شويه في دوك لي كونتراتاك ديالهم، عندهم لي كونتراتاك تري رابيد. بطبيعه الحال راتينا واحد العدد ديال لي بيت، كنا سباقين بالتهديف وكنا نقدروا نزيدوا اهداف اخرى، ولكن كان قاب قوسين او ادنى الفريق ديال الرشيديه يقدر باش ايغاليزي او لا يكون هناك تعادل وندوزو للبرونغاسيون. هذا الشيء اللي ما بغيناش، كانت المسافه بعيده علينا بطبيعه الحال. الحمد لله النتيجه خرجت لصالح ديالنا، وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى القادم يكون احسن، وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى باش نمشيو بعيد في هذا لاكوب مستقبلا، وعلاش لا باش نلعبوا الادوار الطلائيه فيها باذن الله.